مدينة خان يونس حكاية صمود وتاريخ حفر عميقاً في ذاكرة الأحداث. تلك البوابة الجنوبية لقطاع غزة شهدت العديد من الأحداث الجسام، من فتوحات إسلامية عريقة إلى صراعات حديثة مع الاحتلال الإسرائيلي. تشهد خان يونس مؤخراً أشرس المعارك وأعقدها مع الجيش الإسرائيلي، لتضاف إلى تاريخها الحافل من الصمود في وجه إسرائيل. رمزية كبيرة لمدينة خان يونس، أو تحظى بها مدينة خان يونس أولاً باعتبارها المدينة الثانية في المحافظات بين محافظات قطاع غزة بعد مدينة غزة، هي الثاني كبرى المدن. ثانياً هي المدينة التي ينحدر منها جزء كبير من قيادات حماس، وبالتالي هي تشكل رمزية كبيرة بالنسبة للإسرائيلي. لذلك أمعنت إسرائيل خلال اجتياحها وعدوانها على مدينة خان يونس بعملية التدمير ونسف المباني والإبادة الجماعية التي تقوم بها الآن في خان يونس. هي تعتبر أنها بذلك تعاقب قيادات حماس، تعاقب نشأة حماس التي وجدت في خان يونس، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على قيادة حماس من خلال التدمير الممنهج الذي تقوم به داخل مدينة خان يونس. وبالتالي هذه رمزية لمدينة خان يونس التي دفعت إسرائيل بهذا الشكل إلى ارتكاب هذه المجازر داخل مدينة خان يونس. وكأن التاريخ يعيد نفسه، في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 استضافت خان يونس نحو 50,000 لاجئ فلسطيني، قدمت مساهمة فعالة في حروب عامي 1956 و1967، حيث أبدت إرادة قوية وصمودا لا مثيل له. في عام 1956 تعرضت المدينة لمجزرة بشعة قام بها الجيش الإسرائيلي، وبعد حرب عام 1967 منع الجيش الإسرائيلي المدينة من تجديد بنيتها التحتية رداً على صمودها الأسطوري. نتيجة لذلك أصبحت خان يونس بوضع منكوب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبنيتها التحتية بقيت غير صالحة إلا بعد عام 1994، لكنها بقيت ببنية ضعيفة. تعرضت لسياسات الاستيطان والحصار من إسرائيل بهدف منعها من مواصلة المقاومة. وفي القرن الحديث شهدت خان يونس العديد من المعارك الضارية مع إسرائيل، من حرب 2008 إلى حرب 2014، وتعرضت المدينة للقصف والدمار الشامل، وارتكبت فيها مجازر بشعة بحق المدنيين. والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً، لماذا كل هذا العداء لخان يونس؟ خان يونس لها اعتبارات خاصة تتعلق بإرث تاريخي في مواجهة الاحتلال، سواء كان في عام 1956 عندما كانت آخر مدينة تسقط خلال عدوان 56، كذلك في 67، كذلك هناك بعد جغرافي تتعلق أن مساحة خان يونس ربما هي المساحة الأكبر في على مستوى قطاع غزة من حيث الجغرافيا. هناك عوامل أخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي وبال فكرة البدايات الأولى للحركة الإسلامية وحركة حماس. هناك اعتقاد دائم لدى الكثيرين وخصوصا الاحتلال أن النواة الأولى لحركة حماس كانت في خان يونس من خلال تأسيس هذه الحركة في ثمانينيات من القرن الماضي. واضح أن الأمر له بعدين، البعد الأول عسكري باعتبار أن مدينة خان يونس من حيث المساحة أكبر مدينة في قطاع غزة وتضم أكبر مساحة، ويعتبر دفاعاتها من أقوى الدفاعات في بالنسبة للمقاومة ولكتائب القسام. المسألة الأخرى مسألة رمزية باعتبار أنه مدينة خان يونس هي مدينة قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وربما أيضا مسقط رأسه في هذه المدينة، وقد أمضى وقتا طويلا ومنزله وعائلته موجودين في خان يونس. وبالتالي هذه المسألة الرمزية مهمة بالنسبة للاحتلال من أجل تمرير وتسويق بأنهم وصلوا إلى معقل قائد حماس في خان يونس. ما يغضب إسرائيل أكثر من أي شيء آخر أن حماس ولدت من خان يونس، حيث انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى من مسجد خان يونس الكبير عام 1987، لتنطلق بعدها حركة حماس. ومنذ ذلك الحين أصبحت خان يونس معقلاً لحماس ومركزاً لقيادة الحركة ونشاطاتها. بالتالي البحث عن الهجرة، وبالتالي تحويل فكرة التهجير من تهجير قصري إلى تهجير طوعي. لذلك تستهدف مركزية المدن، الحضارة المدنية في قطاع غزة، سواء كانت تشكلها مدينة غزة كأساس أو مدينة خان يونس في الجنوب كأساس ثاني. وبالتالي عندما تضرب الثقل الحضاري لمدينتي غزة وخان يونس، هي تضرب بنية الحياة داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتدفعه باتجاه الذهاب الطوعي إلى الهجرة والبحث عن ملاذ آمن وحياة كريمة في مكان غير هذا المكان. يدرك ساسة تل أبيب أهمية خان يونس الاستراتيجية، ويعتبرونها بوابة للسيطرة على كامل قطاع غزة وهدفاً أساسياً في أي معركة.
وبعد هذا الدمار تبقى خان يونس شاهدة على تجربة الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف القاسية، مما يجعلها أرض معركة لا تنسى في سجل الصراع الطويل.